رئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن لتعزيته في ضحايا سيول البحر الميت، ويؤكد تقديم مصر كافة المساعدات لدعم المملكة الشقيقة. الديوان الملكي الأردني يعلن تنكيس علم السارية لمدة 3 أيام حدادا على أرواح ضحايا سيول البحر الميت. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي بعثة البنك الدولي لبحث التمويل الإضافي للإسكان الاجتماعي. الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون نهار، أهلا بكم. بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى السيدة سهلي زودي بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية إثيوبيا، وعلى الثقة التي منحها إياها البرلمان الإثيوبي. وأعرب السيد الرئيس عن تطلعه لمواصلة تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين مصر وإثيوبيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويضمن للشعبين الشقيقين المزيد من الخير والنماء والتقدم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه للملك عبد الله الثاني ولحكومة وشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول منطقة البحر الميت، مؤكدا على تقديم مصر كل العون المطلوب وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لمساعدة الأردن الشقيق لتجاوز تلك المحنة. في سياق ذاته أعربت الخارجية المصرية في بيان لها عن خالص التعازي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في ضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت، ما أسفر عن وفاة عدد من المواطنين بينهم أطفال وإصابة عدد آخر فضلا عن المفقودين. وكان الديوان الملكي الأردني أعلن تنكيس علم السارية لمدة 3 أيام حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين لقوا مصرعهم في الحادث الأليم في البحر الميت، وذلك بعد أن دهمتهم السيول. وكانت أعداد ضحايا سيول البحر الميت ارتفعت إلى 21 حالة وفاة وعشرات المصابين على وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع أعضاء بعثة البنك الدولي بشأن التمويل الإضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعي والبالغ 500 مليون دولار أمريكي. وأكد مدبولي أن التمويل الإضافي المطلوب من البنك سيتم استخدامه في دعم المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث يبلغ عدد الوحدات المنفذة والتي يجرى الانتهاء منها ما يقترب من 600 ألف وحدة. من جانبه أشاد رئيس بعثة البنك الدولي بالتقدم الذي أحرزه الصندوق لتحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعي والجهد المبذول من قبل الحكومة لضمان استمرار البرنامج بشروط تتناسب مع منخفض الدخل. تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط مرتكبي واقعة سرقة كابلات كهربائية من إحدى مشروعات توصيل الكهرباء بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان. المزيد في سياق التقرير التالي. في ضوء بلاغ ورد للإدارة العامة لشرطة الكهرباء بسرقة عدد من الكابلات الكهربائية المستخدمة بمشروع تغذية كهربائية بين محطة كلبشة وسلوى بنصر النوبة بأسوان، تم تشكيل فريق بحث نجح في ضبط الجناح وضبط 4 لفافات كبيرة الحجم من الكابلات الكهربائية المسروقة أثناء محاولة نقلها للقاهرة للتصرف فيها. واصل حزب مستقبل وطن فعالياته الخدمية والخيرية، ففي محافظة القاهرة نظم الحزب احتفالية بمدرسة التوفيقية الثانوية بنين برود الفرج لتكريم أوائل الثانوية وتوزيع الهدايا العينية عليهم. كما أجرى الحزب أعمال تجديدات بميدان بيروت بمصر الجديدة ووضع لافتات دعائية للحزب، كما تم تطوير دور المناسبات التابعة للمحافظة بالدرب الأحمر وتجهيزه بسماعات وكراسي. أما في محافظة كفر الشيخ فقد نظم حزب مستقبل وطن معرضا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بقرية شباص الشهداء بدسوق. كما نظم الحزب اليوم زيارة للمؤسسة الإيوائية للأيتام بمدينة كفر الشيخ وتم توزيع هدايا. وفي البحيرة نظم حزب مستقبل وطن قافلة بيطرية بقرية نديبة بمركز دمنهور. وفي محافظة الشرقية بدأت أعمال رفع كفاءة مدرسة حياة أبو غالي للتعليم الأساسي بالعاشر من رمضان.
أما في الفيوم فقد نظم الحزب حفل زفاف جماعي لخمسين فتاة من الأيتام والفقراء بنادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم بمشاركة المحافظ وقيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية وبحضور حوالي 2000 من الأهالي، حيث تضمن الاحتفال بعض الفقرات الفنية وتم توزيع بعض الأجهزة المنزلية. وفي الوادي الجديد عقد الحزب ندوة لتوعية المزارعين بنظافة النخيل بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الجديدة مركز الدخلة بحضور 100 من المزارعين، كما قامت أمانة الحزب بمركز بلاط بزيارة مقر جمعية تنمية المجتمع المحلي للتعريف بالحزب وأنشطته. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة.